السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جملة من التحركات وصراعات داخل المعارضة في حد ذاتها. إيش معناها الكلام هذايا؟ المعارضة اللي هما اليوم يعارضوا في رئيس الجمهورية قيس سعيد، مكلين رواحهم أحشيش وريش وصراعات كبيرة ياسر، بسبب حتى تنظيم وقفة احتجاجية. باش تفهموا انتوما شنو اللي قاعد صاير في ما يسمى بالمعارضة السياسية اليوم في تونس. عبير موسي كانت أعلنت على تحرك احتجاجي نهار 15 أكتوبر، هي الأولى اللي بدأت يعني تقول في الكلام هذايا وعبرت على هذايا وأعلنت على هذايا. ولكن منذ يومين تقريبا جوهر بن مبارك عضو بجبهة الخلاص كان خرج وهبط بلاغ، وإلا هو مطلب الحقيقة موجه إلى السيد ولي تونس، فيه أنهم هما يرغبوا باش ينظموا وقفات احتجاجية ومسيرة في تونس العاصمة. وقفة احتجاجية الأولى قدم الباساج في حدود 9-10 متاع الصباح لمدة ساعة، وبعد يتوجهوا في مسيرة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة ويستقروا قدام المسرح البلدي باش يعملوا يعني وقفة احتجاجية أخرى يرفعوا فيها جملة من الشعارات. طبعا جوهر بن مبارك كان يكتب وعلق ما يوصفه هو بالانقلاب، كلها شعارات لإسقاط الانقلاب لجلاء الانقلاب، ما خاطره هو 15 أكتوبر يواتي عيد الجلاء. اللي صار هو أنه فما ردة فعل على هذه الدعوة. طبعا جبهة الخلاص مع شكون تخدم؟ تخدم مع حركة النهضة، مع عدد من الأحزاب يعني والشخصيات المعروفة المنتمية خاصة إلى حركة النهضة، واليوم يسميه الجبهة باراشوك حركة النهضة. اللي صار هو أنه عبير موسي اليوم ردت الفعل على هذية واستنكرت ما قالت أنه صمت السلطة القائمة إزاء نشاط جبهة الخلاص الوطني، وتدين عبير موسي ما اعتبرته فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي والتغاضي عن تركيبته اللي تتضمن أشخاص وتنظيمات متورطة في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب وتبييض الأموال. نحب نقول أنه البارح في تصريح جوهر بن مبارك يقول بأنه المعارضة لازمها تتلم، بما فيهم ذكر بعض الأطراف بما فيهم عبير موسي، وعبير موسي عندها موقف حازم من حركة النهضة من البارح مش من اليوم، هي على موقفها، هي ضد أي التقاء بينها وبين حركة النهضة، تعتبرهم إخوان، تعتبرهم مورطين في الاغتيالات، في جرائم التسفير، في غيرها يعني من الجرائم الأخرى، تبييض أموال وغيرها. تندد باتحاد علماء المسلمين فرع تونس المقر متاعه وتطالب بغلقه، وتقول علاش الدولة تحمي فيه، حاولت تعتصم قدامه أكثر من مرة وما نجمتش في عدة مرات، تتهم الدولة وتتهم قيس سعيد أنه يحمي في يعني هذا المقر ويحمي في الإخوان على حد تعبيره، وهي على موقف. هذاك هو موقف عبير موسي واضح، حتى لو كان فما مصلحة باش يكونوا في نفس هكا يتجمعهم نفس المصلحة كأحزاب معارضة، فإنها ما تلتقيش مع حركة النهضة. وعبير موسي كانت باركت 25 جويلية مش لأنها هي تؤمن بقيس سعيد ولا بمسار قيس سعيد ولا بمسار 25 جويلية، ما كان يشغل عبير موسي في تلك الفترة هو إسقاط راشد الغنوشي من على البرلمان، وأصلا حتى بعد طالبت بحل البرلمان مش بتجميد البرلمان. فعبير موسي اليوم تقول ما هذا الانتصاب الفوضوي والعشوائي في المشهد السياسي، وتقول كيفاش معناها يتم السماح لأطراف فيهم أطراف متورطين في تبييض الأموال، في العنف، في ملفات الإرهاب، كيفاش يتم التغاضي عليهم. تعتبر عبير موسي أنه ما قامت به جبهة الخلاص هو اعتداء سافر على حق الحزب بهدف بث البلبلة والخلط في الأذهان، باعتبار أنه تعمد الإعلان على تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت أيضا ونفس المكان اللي هي مبرمجة فيه عبير موسي. وتقول أنه سبق الحزب الدستوري الحر هو اللي سبق وحدد من خلال بلاغات وإلا تدخل تعبير موسي على ديريكت في السوشيال ميديا انه هي اللي باش تعمل التحرك هذا. فاليوم عبير موسي تستنفر ضد راشد الغنوشي، ضد جبهة الخلاص، ضد جوهر بن مبارك، وتعتبر هذه فوضى سياسية وانتصاب فوضوي سياسي، وتقول مش ممكن يجمعنا أي
الشيء، حتى لو كان هما ماشيين في نفس الاتجاه، يعني هما معارضين لقيس سعيد لأنه ترفض أنه تكون مع حركة النهضة. عبير موسي أعلنت اللي هي وجهت مكاتيب لويلي تونس لوزير الداخلية لمنطقة الأمن الوطني ببحر، وطلبت موافاتها بقرار كتابي يأكد اللي هو باش يتم منع عملية الاعتداء. المبينة اللي حكيت عليها انه هما باش ياخذوا نفس البلاصة في نفس الوقت وغيرها، واللي وتقول لازم يعطي، معناها اعطيوني مكتوب اللي هما مش باش يعملوا الاحتجاج هذا ولا هالتجمع الموازي كما تقول عبير موسي. واذا كان في صورة ما متفعلتش الولاية والداخلية ومنطقة الأمن مع المكاتب اللي بعثتها عبير موسي في ظرف 24 ساعة الجايين، فإنه ومعناها ما أعلموش الحزب الدستوري الحر كتابة بضمان حقه في تنظيم مسيرة حسب المعطيات اللي حددتها ودون انديساس من أي طرف آخر، فإنه باش يعتبر ذلك انتصار من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريع للاعتداء على نشاطه وتكريس للفساد السياسي. تقول عبير موسي في البيان متاحة انه في الحالة هذه باش يغيروا وباش تاخذ قرار انه باش تغير المسلك متاع المسيرة متاحة وتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج في اتجاه قيس سعيد شخصيا، وباش يودع الاعلامات اللي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم، نظرا يعني تعرفوا لرمزية هذا اليوم اللي هو ذكرى عيد الجلاء والتوقيت. وتقول انه الحزب الدستوري الحر يحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب على حد تعبير عبير موسي. تقول مش معقول اللي هي قدمت مطلب قبل باش تعمل في نفس الوقت احتجاج ومسيرة في نفس البلاصة، وهما يعنوا على تحرك موازي في نفس المكان ونفس التوقيت. تطلب توضيح من وزير الداخلية منطقة الأمن ووالي تونس، وإذا ما تمش يعني ما جاوبوهاش في ظرف 24 ساعة فإنها باش تغير المسار متاع المسيرة هذه في اتجاه قصر قرطاج، ولكن باش يكون في نفس اليوم 15 أكتوبر في الصباح في حدود 10 متاع صباح 9-10 متاع صباح، وتوجه اتهامات خطيرة للقائمين يعني على السلطة حاليا. تقول اللي هم هكايا يوليو يحمي وفي ناس متسترة على الفساد والإرهاب وناس يعني متهمة، وتندد بهذا تنديد شديد. وكانت هبطت الكوميونيكي متاعها في الساعات القليلة الماضية وتستنكر تحركات الغنوشي وتحركات جبهة الخلاص الوطني اللي هما بتبعتهم قاعدين يحشدوا توا، فما برشا تصريحات وفما برشا بيانات وفما برشا فيديوهات من قبل عدد من أعضاء جبهة الخلاص الوطني إنهم لازم يخرجوا هكا ويحثوا في الناس وكل شيء. وجوهر بن بارك عامل فيديو وعامل اجتماع وبرشا أعضاء أخرين عاملين نفس التحرك.